السلام عليكم ورحمة الله. الاختلاف بين البشر سنة كونية، والاختلاف بين أهل الإيمان والكفر أشد، فماذا نفعل عند الاختلاف؟ قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ذاك هو سبيل المؤمنين. فماذا نفعل عند الجدال العقيم والمحاجة؟ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإن حاجوك وجادلوك وخاصموك في شأن التوحيد أيها الرسول بعد أن أقمت الحج عليهم، فقل لهم: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، إنني أخلصت لله وحده فلا أشرك به شيئا، وكذلك من اتبعني من المؤمنين أخلصوا لله وانقادوا له. ولماذا الوجه تحديدا؟ لأنه أشرف وأكرم ما في الإنسان، فإن خضع الوجه خضع ما هو دونه. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين الذين لا كتاب لهم: أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا إلى الحق والطريق المستقيم، وصاروا إخوانا لكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. وإن تولوا عن الإسلام ورضوا بالأديان المخالفة، فإنما عليك البلاغ وإقامة الحجة عليهم. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، والله بصير بالعباد، لا يخفى عليه من أمرهم شيئا، بصره نافذ، يعلم من يستحق الهداية فيهديه، ويعلم من يستحق الضلال فيضله، ذاك هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فالزموه. جزاكم الله خيرا. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.